تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، عقدت اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة اجتماعها الرابع. بهذه المناسبة تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بخالص الشكر والتقدير إلى ملك البلاد المعظم الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في تقديم الدعم والعون والمساعدة للأشقاء في غزة وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم، مثمنا الدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا سموه بالجهود المخلصة التي يبذلها أعضاء اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة ومساهمتهم الفعالة في توحيد الجهود والعمل يدا واحدة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين في هذه المحنة الأليمة التي يتعرضون لها، مشيدا بالتجاوب الكبير من قبل الشعب البحريني مع عمل اللجنة. كما بارك سموه مبادرات اللجنة في العمل على إنشاء مشاريع تنموية لأهالي قطاع غزة تشمل بناء مدرسة ومجمع سكني ومستشفى ميداني وعلاج عدد من الجرحى ومرضى السرطان في مستشفيات الأردن. وخلال الاجتماع استعرض الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس اللجنة البحرينية الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني في غزة الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها من قبل اللجنة، والتي شملت إرسال شحنتين إغاثيتين عن طريق الجو من مطار البحرين إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافة إلى إرسال 4 شحنات عن طريق البر بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، والتي تم تسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني وتوزيعها على الشعب الفلسطيني في غزة. شيئين، أول شيء المشاريع الإغاثية العاجلة عبارة عن 500 وحدة سكنية، مستشفى أو نقدر نقول مستشفى ميداني ومدرسة، أيضا مركز طبي، وإن شاء الله مجمع سكني. هاي المرحلة الثانية. أيضا مشروع جدا جميل، هاي رغبة من جلالة الملك من سمو الشيخ ناصر أن نقوم بعلاج عدد من الأطفال والأشخاص اللي مصابين بالسرطان، وكذلك في هناك خطة بأن يكون في هناك توفير للعلاج الناس المجروحين سواء في مملكة البحرين، ولكن ممكن يكون حتى أقرب منهم في الدول الشقيقة مثل يعني إخواننا في الأردن، أن تتكفل البحرين بعلاج المصابين والمرضى من يحتاجون عامة في حدود قريبة لهم من غزة، بحيث أن تتوفر هذه الخدمة. وفعلا هذا ما تم كذلك اتفاق عليه اليوم في هذه اللجنة.